السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده جايبه لكم اكله فيها فوسفور فوسفور فوسفور، تحفه جدا وهتعجبكم قوي قوي قوي. شوربه السي فود اسهل منها مش هتلاقي. طبعا كل اكل بقول لكم اسهل منه مش هتلاقي، وفعلا بيبقى سهل جدا، انا مش بكذب عليكم، صح ولا غلط؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيس سي فود. سي فود يعني سمك فيليه، جمبري، جندوفلي اللي هو البقلاويز ده اللي بيقولوا عليه بقلاويز، ده في اسكندريه بيقولوا عليه بقلاويز، كابوريا. ممكن تجيب الحاجات دي يا جماعه متنضفه، ماشي؟ وبصي ده برده من ضمن البقلاويز برده، مخلي، بقيت كابوريا اهي كمان. كابوريا دي صوابع اللي هي المصنعه، مش دي يعني، دي بيصنعوها بتبقى زي دي كده. وفليه في ليه بقى، ماشي؟ ده كيس جاهز، انا مش هكذب عليكم، ده كيس جاهز، انا ما جمعتهوش بايدي. انا بصراحه لما بروح لبتاع السمك انا بجمعه بايدي، بس انا كنت مستعجله كالمعتاد ولقيت قدامي الاكياس دي، فرحت ساحبه كيس معايا، قلت نعمله جنب ايه، اكله سمك حلوه كده. هحتاج كيس زي ما قلت لكم، وهكتب لكم بالظبط انت هتحتاجي ايه لو انت حبيتي انت تجمعيه. خلاص يا قلبي، يبقى كيس سي فود. هحتاج بصله كبيره مبشوره، ويستحسن يا ريت تكون ناعمه، هي ناعمه بس انتوا شايفينها انها شكلها هي ناعمه، سوري. هحتاج بقى بصوا الدقه بتاعت الثوم والفلفل والجزر اللي بنحط فيها الكمون والكزبره والقرفه والكلام اللي احنا بنتبل بيها السمك، عارفينها دي، هحتاج لها معلقه كبيره برضو. هحتاج زيت عشان نتقلي الحاجات دي، واحتاج كريمه لباني، بعدت اجيبها والله لان اكتشفت الكريمه اللي عندي مش هتكفي، فانا بعدت اجيب علبه كريمه لباني. صف ما خلص عموما الكريمه لباني دي في الاخر يعني مش محتاجاها دلوقتي. هتقولي لي لازم يا حنان كريمه لباني؟ هي الكريمه لباني تنفع مع السمك، بتبقى تحفه خرافه اكتر مما تتخيلي، رائعه. بصي انت في كتير يسمعوا اوه شوربه سي فود يا دي غاليه دي صعبه دي معرفش ايه، لا 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 ولا الكلام ده خالص. واحتاج معلقتين دقيق يا قلبي، من معلقتين لثلاث معالق دقيق، ماشي؟ طبعا كل ده هكتبه لك في صندوق الوصف يا عيني. خلاص نروح البوتاجاز نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي. هنا حبايبي نزلت معلقتين زيت، معلقتين زيت بس ما تكتريش، ونزلت بالبصلايه، لازم البصلايه دي تبقى صفراء مش ذهبي، صفراء مش سر فاتح، عشان انا عايزه الشوربه تبقى بيضة مش الشوربه حمراء. احنا بنقعد بنعمل شوربه سي فود البيضة مش الحمراء يا حبايب قلبي، ماشي؟ وان شاء الله بالسي فود ده هعمل لكم بيه اشكال تانية كتير جدا اكتر مما تتخيلوها، يعني نمشي مع بعض واحده واحده كده، ان انا بموت في حاجه اسمها سمك. نمشي واحده واحده زي ما بيقولوا كده، نفضل ورا دي كده لحد ما تبقى ايه ذهبي، وهوريها لك يعني. بصوا حبايبي خلاص البصله يعتبر ما بقاش فيها ميه ونشفت، وبقت ذهبي فاتح زي ما انتم شايفين. هنزل بالتومه انا التومه دي اللي هي التتبيله اللي احنا بنتبلها في اي سمك، ثوم عليه جزره، بحب احط جزر عليه، فلفل رومي لو بتحبي فلفل رومي حامي حطي عليه، كمون وملح ونص معلقه فلفل صغيره وقرفه وكزبره ناشفه. تتبلي بقى كده من غير عصير ليمون غير اي حاجه، ماشي؟ اهدي يا ماما اهدي يا منار، حله مش عايزه تهدى، عارفه في ايه. خلاص نفضل كده برضو حبه بسيطه كده برضو زي ما بيقولوا يتشرب ميتها، ونروح نازلين بالسي فود، ماشي؟ امال امتى دي يا حبايبي؟ هنشوف امتى دي. والله والله اكله لا تتخيلوها اسهل منها مش هتلاقي، ما تستصعبيهاش، والشوربه بتبقى تحفه جدا وبتبقى حلوه قوي في العزومات. هجيب السي فود زي ما هو كده، مش هنزل حاجه قبل حاجه، لا مش هنزل حاجه قبل حاجه، كله ينزل مع بعضيه، كلهم يبقوا مع بعضيهم كلهم مع بعضيهم كده. خلاص يبقى نقلب كده، يا خرابي على الريحه، الريحه طلعت تحفه. بصوا اعمل ايه بقى، هجيب معلقه صغيره زيت، معلقه رز عاديه، ماشي؟ هروح بصي شايفه الدقيق، بصي الدقيق بحطه ازاي، شايفه؟ بحط ارش الدقيق كده معلقتين ونص دقيق بس، انا مش بعمل بشاميل، انا بس عايزه زي ما بيقولوا يبقى فيه سمك للشوربه بس. واقلب بقى كله يتقلب مع بعضيه. بعمل ايه بقى في الوقت ده يا حبايب قلبي؟ بسخن ميه. ليه؟ عشان طبعا بعد ما انا بعمل الموضوع ده ما احطش عليه ميه ساقعه، فهمتوني؟ لا انا بسخن ميه عشان يبقى هو سخن، والميه سخنه السمك زي ما بيقولوا ايه يعني ما يكشش مني كده ويفقد العصاره بتاعته والكلام ده، لا 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 خالص، ماشي؟ تقلبتين بصوا عندي شكلها، انا بسخن البراد، ماشي؟
والكريمه اللباني انا جبتها. ادي الكريمه اللباني، النوع ده جديد اول مره رايي اول مره اشوفه، لو لسه ما استعملتوش قبل كده، كنت بستعمل على طول جهينه، بس شكلها حلو يعني، هنشوف. خلاص دي طبعا في الاخر خالص، في التقديم في التقديم في التقديم بس، ما محتاجناش غير في التقديم. خلاص نعمل ايه يا عيني؟ شفتي بقى خدنا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بالميه المغليه ونبعد الموبايل عشان الموبايل يتسبك. ننزل بالميه على قد الشوربه اللي انت عايزاها، طبعا دي شوربه عايزين شوربه، انتوني ازاي احنا محتاجين شوربه، هي حلوه قوي كفايه قوي كده. الكميه دي تاكل اربع افراد، حلوه قوي اربع افراد، كميه كبيره يعني، ما ياخدش حبه صغيرين لا، ياخد كميه كبيره. هعمل ايه بقى هنا في الاسناد دي؟ طبعا هغطي عليها بعد تستوي براحتها، بس مش هتاخد وقت كتير زي ما انتم متخيلين. ما تخافوش من الحاجات اللي فيها قشريات دي، جمبري البكابوريا بتستوي بسرعه والجمبري وقشره بيستوي بسرعه. هظبط طبعا الملح والفلفل، ماشي؟ خلي بالكم من النقطه دي، مش هنحط اي حاجه ثانيه خالص غير بعد ما تستوي نحط الكريمه، تغلي غلوه ونروح طافينها فقط لا غير. خلاص هغطي عليها واسيبها بقى عشان تستوي براحتها. اقول لكم خدت وقت قد ايه؟ بالكتير قوي بالكتير قوي ربع ساعه، بالكتير مش هتاخد كمان ربع ساعه. بصي يا حبيبي شايفه الجمال؟ مش عارفه الجمال باين ولا مش باين من الدخان، شايفين؟ بصوا اللون، انا عايزه اللون ده، عايزه تشربيها كده خير وبركه، مش عايزه احطي فيها كريمه لباني بتبقى تحفه، هي اصلا بالكريمه اللباني بتتباع في المطاعم كلها بالكريمه اللباني. بصوا تغليها كده على نار هاديه كده لمده ربع ساعه عشان كله يستوي، الفيليه يستوي وكله يستوي. هو طبعا الحاجات دي ما بتاخدش وقت خالص، ماشي؟ وما تتهريش. بصي شايفه؟ بصي لونها. خلاص وهوريكي بقى كمان، يعني احنا ممكن نكتفي بذلك ونروح مقدمينها اول ما تستوي، وممكن تحطي كريمه لباني، الاختيار ده ليكي انت يا حبيبتي. خلاص ومره ثانيه اعمل لكم الشوربه الحمراء ان شاء الله باذن ربنا. انا كده هسيبها لسه تستوي، ان لازم احط الكريمه اللباني قبل ما ان شاء الله قبل التقديم. بصي يا قلبي هي اهي، بصي بتعملي ايه قبل ما تتفتح. بصي مقفوله، بنمسكها نرجها كده، لازم ترجيها ماشي، انها بتبقى حاطاها في الثلاجه وبتبقى جامده. ونروح رافعين اللي فوق ده كده ماشي، نبتدي نقصقصها بقى كده، تقص معانا بس نصها، هناخد بقى حته كده ونبتدي بقى ايه نفضيها في الايه في الحله، على الشوربه على البيكاته على الفراخ على اي حاجه كريمه اللباني بتستخدم. ويستحسن يستحسن تشتري علبه صغيره زي دي على قد اكله، ما تجيبيش علبه كبيره الا لما يكون عندك كام صنف هيحتاج كريمه لباني، لكن كريمه لباني اتفتحت تستخدم على طول. خلاص يا حبيبي هروح دلوقتي للشوربه نشوف عملت ايه. ادي يا حبايب قلبي شايفين المنظر؟ شايفين؟ استنى اجيب اقلب لكم الاول ماشي عشان خاطر ايه. بصوا شايفين؟ شايفين الجمال؟ خلاص هي 10 دقايق 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. بصوا شايفين؟ نعمل ايه بقى؟ نمسك خلاص نعلي النار حاجه بسيطه، ننزل بالكريمه اللباني. لازم كريمه لباني يا حنان؟ مش لازم كريمه لباني، بس لو عايزاها زي المطاعم يبقى لازم كريمه لباني، لو عايزاها كده حياتي توفيرا واقتصادا يبقى خلاص نعملها كده. ادي ده اللون بتاعها، بصوا شايفين لونها؟ هو ده اللون بتاعها اللي احنا بناكله بره في المطاعم الكبيره. غلوه واحده، غلوه واحده بس ونطفي، بس مش ازيد من كده، مجرد تقلب ونروح طافيين ونقدمها يا حبايب قلبي، وهوريها لكم في التقديم. ايه دي يا حبايبي؟ ايه رايكم؟ شايفين الجمال؟ شايفين؟ تحفه تحفه، واللون والطعم ما اقولكيش، والريحه يا خرابي. بصي شايفه انا عايزه السم كده، عشان كده اوعي تكتري دقيق، انا عايزه السم كده. ادي إيه؟ ادي البكلاويز اهو، او الجندوفلي اتفتح، وادي دي طبعا في الاخر بقى مصمصي فيها زي ما انت عايزه، وبقيه السمك وبقيه الجمبري وبقيه كله. بصوا شايفين لونها؟ هو ده بيبقى لونها. الطبق ده اقل من كده، بيتباع بره اغلى من كده بكتير جدا جدا. ممكن نعصر عليها ليمونه، ممكن تحطي عليها رشه بقدونس، اللي انت عايزاه يا حبيبه قلبي. اكله سهله وسريعه، وما اسهل منها مش هتلاقي، قيمه جدا جدا وشيك قوي قوي قوي. حقيقه هي غاليه شويه، بس انا ممكن اقدر ما نجيبش كيس جاهز، نجيب اقل من الكيس، نجيب احنا نجمعهم، هيطلع معاكي كميه جمالها. طبعا تتاكل طازه ماشي، لو سخنتيها لتاني يوم وقعدت معاكي تاني يوم ما تهريهاش تسخين،
عشان الكريمه ما تفصلش. يا رب تكون طريقه النهارده في شوربه السي فود عجبتكم. انا بصراحه دي معتمداها الطريقه دي من سنين وعجبت كل اللي بيجوا كلوها عندي. يا ريت تعملوها وتجربوها وتقولي لي ايه رايكم فيها، وبحبكم قوي قوي، وانا حنان رمضان.